هذه الليلة، ولكن قبل ذلك لابد من القيام بواجب الشكر للإخوان القائمين على أمر نادي السكة الحديد للترحاب الحار الذي نلقاه منهم دائما وبخاصة في هذه الليلة. ولابد من شكر الأخ الأستاذ الحاج طاهر على الكلمة الطيبة التي قالها. وأنا في الحقيقة لم ألاحظ أي تقصير من شعب الأبيض ولا من الرجال الرسميين من بوليس ومن أطباء، بل إني لمدير كبير الدين بالعطف الشامل الذي لقيته منهم جميعا. والأخ الحاج الطاهر في غير حاجة لأن يعتذر لي عما حدث، وإذا كان ما حدث زي ما قال الأخ الحاج أبش فيه وجه شعب الأبيض فإن لي نصيب مما أبش في هذه الوجوه الكريمة، لأني أشعر بأني لست غريبا عن هذه المدينة الطيبة، كل ما زرتها كل ما لقيت فيها عطف كبير. وفي الواقع ليس عندنا نحن ما نشكوه مما حدث، بل نحن راضون بكل ما جرى، ونحن شديدو الثقة بأن تدبير الله في هذا الأمر أولى من تدبيرنا وأفضل من تدبيرنا. والأخ المعتدي أنا أعتقد أنه ضحية، حتى الذين وراءه هم أيضا ضحايا لتضليل طويل وعريض واسع. ونحن نسأل الله أن يخرج شعبنا بجميع طبقاته وجميع أفراده من الظلمات إلى النور. وأكرر شكري لكم جميعا على الاستقبال الحار الذي ألفته منكم والذي لقيته في هذه الليلة بصورة خاصة. ثم نخلص من هذا إلى حديثنا عن الليلة. في يوليو من سنة 67 أنا كنت في هذه المدينة، وكانت حرب الست أيام انتهت قبل أيام قلائل من حديثي في هذا النادي بالذات وفي أندية أخرى عن مشكلة الشرق الأوسط. وقد مضى بالتقريب عامان على حرب الشرق الأوسط ولا تزال هي متأججة لا تسكن إلا ريثما تسور، ولم يصل الناس فيها إلى حل. وأعتقد أن نقاش في هذه الليلة في موضوع الحاجة لتفهمه زادت ما نقص. والسياسة لسوء حظها بتورط فيها الناس الأقل خبرة من كثير من الناس
اللي بينصرفوا عنها. الساسة المحترفين أقرب إلى الجهل منا هنا للعلم، والسياسة أخذت في أذهاننا أنها صورة من الشطارة والكذب واللف والدوران والخداع والمقالب. السياسة أشرف من هذا، السياسة في الحقيقة علم. يكفي أن تعلم أنه كل ما يأثر عليك في بيتك من معيشتك من حريتك من تربيتك من أخلاقك كله بيتأثر بالسياسة. فالسياسة أمر هام ويجب أن يولى من الاهتمام ما يستحقه. وأنا أحب أن نتجه إلى أن السياسة علم، وأن هذا العلم يجب أن يكون واضح المعالم حتى لا يستطيع أن يتدخل فيه الذين لا يحسنونه. وأنا واثق كل الثقة أن الديماجوجيين اللي بيهرجوا بيكذبوا بغشوا الناس باسم السياسة سينتهي عهدهم، وسيشرق على البلاد عهد المعرفة والنور والوعي. السياسة في مشكلتنا نحن الداخلية ومشكلة الشرق الأوسط اللي هي مشكلتنا الخارجية بتمارس بنوع من عدم الفكر. نحن أحيانا بنقول العواطف، وأنا أعتقد أن العواطف مظلومة في أن ننسب لها هذا النوع من التخبط الذي يمارسه السياسيون. السياسة عندنا نحن الشرقيين بصورة خاصة بتمارس بنوع من التمني، التفكير المعوج بالتمني. والتفكير المعوج بالتمني من سمات الطفولة، الأطفال يتمنون ولا يفكرون. والعاطفة أشرف من أن ينسب لها هذا العمل، لأن العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر. العاطفة تسامى بالفكر، والفكر يطهرها وينقيها ويجعلها إنسانية. فنحن كثيرا ما نقول أن ده كلام عاطفي وده حل عاطفي في مسألة الشرق الأوسط بصورة خاصة. وأنا أحب أن نصحح وضعنا ده، هي أن المسائل أقرب إلى التمني وإلى الأحلام منها إلى التفكير والدراسة. مشكلة الشرق الأوسط مشكلة تنعكس على صورة الصراع في تطور المجتمع البشري وتاريخ المجتمع البشري وأفكار وأحلام المجتمع البشري. وأنا أعتقد أني سأقدم لكم الموضوع من هذه الزاوية، وأحب أن يكون الاتجاه لنقاشنا لمشكلة الشرق الأوسط اتجاه لا يتورط في التمني، وإلا ما يواجه القضايا كما يواجه الرجال الأسوياء المشاكل. مشكلة الشرق الأوسط ما أصبحت هي مشكلة فلسطين كما كانت في أول عهدها، وإنما هي في الحقيقة أصبحت نقطة صراع عالمي بين كتلتين متعارضتين. إذا كان نحن ما استطعنا أن نشوف الخلفية اللي بيجري فيها الصراع في مشكلة الشرق الأوسط لن نستطيع أن نصل فيها إلى حل. قضية فلسطين، قضية إسرائيل قضية طويلة، و الشعب الفلسطيني سكن في فلسطين لمدة تقرب من 1500 سنة كشعب فلسطيني بالصورة دي، شعب عربي مسلم. لكن ما من شك انه الشعب الاسرائيلي عنده ارتباط تاريخي بارض فلسطين. في ناس كثيرين مننا ما بيحبوا يواجهوا الحقائق بهذه الصورة،
يعتقدوا أنه الشعب الإسرائيلي ما عنده مكانة في أرض فلسطين إلا أنه راس سحب للاستعمار، أنه نقطة حربية في وسط البلاد العربية للاستعمار. أما من شك أنه الاستعمار عنده مصلحة في المساندة، مساندة الشعب الإسرائيلي لأن ينشئ وطن في فلسطين، لكن من الخطأ أن نظن أن كل ما هناك ليعملوه اليهود هو أن يكونوا برادع للاستعمار أو ترسانة لأسلحة الاستعمار وسط العرب. والحجائب إذا وجهت سواء أنت وقفت في الدفاع المسلح أو وقفت في الدفاع الفكري السياسي لابد لك من أن تكون قوي. الإنسان اللي بيواجه الحقائق ويفكر فيها إذا حارب بحارب بقوة أكثر، وإذا هادم وسالم وبحث عن الحل السلمي بيصل له بقوة أكبر. فشعب إسرائيل عنده علاقة قديمة بأرض فلسطين، العلاقة دي قطعت صلتها ما يقرب من 1500 سنة برضو أو يزيد. الشعب الفلسطيني اتفرج على أواخر عهد الرومان في يمكن القرن الأول، المسألة مشت لقريب من قرنين، اتفرقوا بصورة ما أصبحت عندهم قوة، عندهم بقايا من ناس موجودين لكنهم خاضعين للاستعمار الروماني لغاية ما جاء الفتح العربي. أصبحوا اليهود موزعين في وجه الأرض، عندهم معابد وعندهم أحلام وعندهم موعود في التوراة، ده كله بيحفزهم ليرجعوا إلى أرض المعاد زي ما هي الكلمة الشائعة. تستطيع أنت أن تقول أن إسرائيل دي كان يمكن أن تنشأ في الكونغو، إسرائيل يمكن أن تنشأ في أستراليا، ليه ما ودوها لأستراليا أو ودوها للكونغو؟ إذا أنت قلت المثال تكون جهلت حقائق تاريخية هامة. ممكنك أنت تواجه الحقائق التاريخية الهامة ثم تقول رأيك. يعني حق الإسرائيليين في فلسطين حق عفاه التاريخ لكنه قايم، وبطبيعة الحال الحقوق ما بيمحاها الزمن. يمكنك أنت أن تقول الحق العربي في فلسطين أوكد من الحق الإسرائيلي، وأن الإسرائيليين لو وجدوا فرصة في فلسطين ما يجب أن يقوم ده على محو حقوق العرب واضطهاد العرب والسيطرة على العرب. ده يمكنك أن تقوله، وأنا أعتقد أنه أي رأي ينبني على حقائق سواء كان معارض أو مؤيد بيكتسب الاحترام. المسألة إسرائيل كانت ما من شك أنه للغرب فيها أيدي كبيرة، بل هي في الحقيقة ترجع في إنشاء دولة فلسطين ترجع إلى عمل الغرب. لعله وعد بلفور اللي سمعنا به كثير كان نشأته، وفي الحقيقة نشأ في أواخر القرن 19، قطع في 1917، لكنه قديم. وما يجب أن يبعد عن بالك أنه بالقدر اللي به الإسرائيليين بيستغلوا الغربيين، الغربيين بيستغلوا الإسرائيليين. في خطأ أساسي إذا افتكرنا نحن أنه الغرب استغل اليهود، ثم اليهود ما عندهم غير أنهم مستغلين. اليهود الحقيقة في كل بلد غربي مجموعة غنية متعلمة راقية، وعندها فعلا تأثير على السياسة في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا. في الغرب عندها تأثير حقيقي، فهم بيستغلوا الغرب والغرب بيستغلهم. هم حينما يستغلهم الغرب بيستغلهم في اتجاه مصلحته، هم بطبيعة الحال بيسمحوا ببعض الاستغلال للغرب. هم طبيعته وتفكيره وتكوينه واقتصاده الغربي. وعد بلفور هو الأنشأ دولة إسرائيل. بريطانيا لما كانت وصية بعد الحرب
الأولى على فلسطين مهدت لليهود ليستقروا. عندما قامت الحرب الثانية في سنة 39-45 بريطانيا وجدت مشقة في أن تتحمل مسؤولية الانتداب، شافت أن المشكلة أكبر منها، عملت عمل في الحقيقة في توطين اليهود. أصبح النزاع بين العرب وبين اليهود بينعكس على سياسته ونفوذه وجيشه واقتصاده، فجاءت لهيئة الأمم لتتنازل عن الانتداب. بدأ سنة 19 وانتهى تقريبا، انتهى 15 مايو سنة 48. في سنة 47 قام تقسيم، التقسيم الدول متفقة عليه، روسيا وما عداها من الدول متفقة على إيجاد وطن إسرائيلي في فلسطين. والتقسيم قام على أساس لجنة انتدبت من مجلس الأمن. اللجنة دي انقسمت بين أغلبية وأقلية. تقرير الأغلبية كان يرمي إلى تقسيم فلسطين بين العرب وبين اليهود. التقسيم ده وراه الدول كلها. أبدأ أنت من النقطة دي وأمشي لقدام. التقسيم ما فيه انقسام. إذا نحن شايفين في الوقت الحاضر أن روسيا مع العرب، أعرف أنه في مرحلة التقسيم روسيا كانت مع أمريكا في مركب واحد، وكأنما كانت هي السياسة العالمية لمجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يكون التقسيم قائم. العرب رفضوا التقسيم، بل العرب رفضوا حتى أن اجتمعوا مع اللجنة، اجتمعت مع ملوكهم وأمراهم ورؤساهم أفراد. ثم في 15 مايو سنة 48 بدأت الحرب الأولى. الحرب الأولى انتهت بهزيمة العرب. العرب كانوا مقسمين وكانوا ضعاف كما هي الحال اليوم، انهزموا أمام اليهود. قامت المسألة في أن عهد فاروق الفاسد قدم أسلحة مخدوعة ومغشوشة، وبذلك الجيش المصري هزم وحوصر. الضباط الصغار جمال عبد الناصر ومن عداه حقدوا على المسألة دي. جاء في سنة 52 انقلاب عهد فاروق. أنا أحب أن أذكر حادثة بتمشي في الاتجاه اللي أنا بقول لكم، من أنه السياسة يجب أن تكون علم. الحادثة هي أننا نحن جمهوريين كتبنا لجمال عبد الناصر، الحقيقة كتبنا لنجيب. لما حصل الانقلاب عهد فاروق وطرد فاروق في 23 يوليو سنة 52، بطبيعة الحال كان الحماس كبير جدا، وكانت التلغرافات تمشي للجيش نجيب وأصحابه، وتجي الردود. العصر حصلت في مثلا الكلام اللي عايز اقوله لكم ليوريكم ان نحن بنعتقد ان السياسة علم يجب ان نتجه لها كعلم. نحن كان رأينا انه قلب فاروق مش حاجة مهمة كثيرة، ما من شك ان معه شيء، لكن ما يجب ان يفرحوا به الناس كل المدى ده. فكان جوابنا في 18 اغسطس قبل مضي الشهر على الانقلاب، الجواب لنجيب يقول له في الوقت الحاضر انت بيجيك جوابات التلغرافات بالتهنئة، وانك ما من شك بتستحق التهنئة على تغييرك لنظام فاروق الفاسد، لكن نحن نرى انه الوقت الحاضر هو وقت نصيحة اكثر من وقت تهنئة، وقد يكون قول ثقيل عليه، لان الانسان المنتشد الظفر ما عايز يسمع كلام النصاح بقدر ما عايز يسمع كلام المهنيين. نحن بنعتقد انه قلبك لنظام فاروق شيء جيد، لكن ما هو كل شيء، وانك انت لا تستطيع ان تصلح مصر الا اذا كنت صاحب رسالة. بمجرد انك نزلت فاروق لا يمكن ان تصلح مصر، لان فاروق والباشوات المعه ما هم اصل الفساد،
هم نفسهم ضحايا الفساد، ان انت تعمعنت في الامر ده. اذا كان انت عاينت المفسدين في الحقيقة في وضع زي وضع فاروق، تلقى انهم هم ملفوفين بالفساد ما يستطيعوا ان ينفكوا عنه. ورأينا انك اذا كنت عايز تصلح مصر التمس الفساد في هذه الحياة المصرية في المدن والارياف التي تقوم على قشور من الاسلام وقشور من المدنية الغربية، وانك اذا كان ما عندك انت غير الاصلاح والتغيير الجذري ده، السياسة المصرية راح ترجع مرة ثانية ويبقى الجيش وفاروق اخر. الجواب ده طبعا ما جرد عليه، لكن نشر في الصحف السودانية وجد كثير من التعليق عليه. أنا أحب أن نمشي بقفزة سريعة لنقول أنه في سنة 67 كانت في اتهامات بالخيانة عند الناس في القمة، زي ما كانت في اتهامات في سنة 48 بالخيانة عند الناس في القمة. الأمر تشابه، لأن الفساد ممحى بمجرد مجيء وجوه جديدة هي وجوه جمال عبد الناصر وأصحابه. الفساد جذري، إذا ما تغير لا يمكن أن يكون في تغيير. فالمثل دي نحن السودانيين بصورة خاصة بنحتاجها، لأنه نحن نهلل ونفضل ونفرح كل ما جاء وجه جديد. إذا كان مشى محدود جاء ثابت نحن نفرح، إذا كان أي واحد يتغير نفتكر أن التغيير جاء. وأنا أفتكر أنها دي سطحية بتحتاج لأن نكون متمعنين أكثر. المسائل ما بتتغير بتغيير الوجوه، ولا بتتغير بتغيير النوايا الحسنة. حتى النوايا الحسنة ما بتنفع في أن تغير. الناس ليغيروا لابد أن يعرفوا كيف يغيروا. هل يمكنك أن تقول أن الفساد الداخلي هو سبب هزيمتنا نحن في مشكلة الشرق الأوسط؟ ما هي مسألة الجيوش، ما هي مسألة السلاح، إنما هي مسألة التربية والفساد الداخلي. نحن داخليتنا فاسدة. وتلاحظ أنه في الوقت الحاضر الحروب ما أصبحت هي حروب الجيوش. في الوقت الماضي كانت الجيوش تمشي وتلاقي بعض وتحارب، والجيش القوي والمسلح ينتصر ويرجع لشعبه، والشعب يحتفل به ويستقبله. في الوقت الحاضر الحروب هي حروب الشعوب، والجندي في الميدان ما هو إلا طليعة الشعب. والشعب الفاسد لا يمكن أن يكسب حرب، لا يمكن أن يكسب سلام. حتى الشعوب إذا كان ما ارتفعت ونهضت وترقت ولا تعيش في سلام ولا تستطيع أن تنتصر في حرب. من النقطة دي أنا أقول لكم أن مشكلة فلسطين مش هي اليهود، وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية مش هي مشكلتنا نحن العرب. مشكلتنا نحن العرب موجودة، سواء كانت إسرائيل جات في الوطن العربي أو لم تجي، بل لعل من الخير أنها جات لتلفتنا لعيوبنا الحقيقية. ومن الاعتبار ده الواحد يمثل لكم وجود إسرائيل زي وجود الألم بالنسبة للمرض. الألم مش هو المرض، هو دليل المرض. والطبيب الماهر لما تجيه وانت متألم ما بسكن الألم إلا إذا كان الألم بيزيد عن طور الاحتمال، لكن بيهتدي بالألم لأصل الداء ليكتسه. إسرائيل نتيجة مش سبب، نتيجة لأن العرب داخلية فاسدة والعرب متخلفين. المنطقة اللي احنا بنعيش فيها منطقة مهمة، منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ كانت هي المصرع للحضارات والمصطرع لها. حضارات كثيرة ماتت في الصراع انتصرت حضارات أخرى. منطقة الشرق الأوسط في الأرض زي السرة بالنسبة للجسد. السرة لما الجنين في بطن أمه السرة هي حبل الغذاء له. منطقة الشرق الأوسط هي منطقة التقاء آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يسمى بالعالم القديم. وفي هذه المنطقة البشرية القديمة والحضارات القديمة، ويضاف عليها الوجود الجديد للآلة. هذه المنطقة مهمة،
أهمية كبيرة، كانت ولا تزال للعالم مهمة، بتكون بشرية متخلفة عن مستوى الحضارة القائم في الوقت الحاضر. نحن الحقيقة متخلفين خلقيا ومتخلفين تكنولوجيا، وده ما نعنيه بأننا نحن بنعيش على قشور من الإسلام، أخلاقنا ضعيفة وواهية، وبنعيش على قشور من المدنية الغربية، لا نحن لا نعلم نعرف العلوم الحديثة، نحن لا نصمم الآلة ولا نخترعها ولا نصون ولا نحسن استعمالها. مسألة دي تنطلق الصورة دي علينا، والمنطقة اللي نحن بنعيش فيها بتواجه تحدي. التحدي هو الصراع القائم بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. في وقت من الأوقات كانت المنطقة دي في مستوى يشبه مستوانا الحاضر. الناس يقول التاريخ بعيد نفسه، التاريخ بعيد نفسه، لكن مش بالصورة المتكررة الواحدة، بعيد نفسه بنوع من التغيير برضو. من الحقائق التاريخية أن منطقة الشرق الأوسط كانت متنازعة بين كتلتين برضو في الماضي، في القرن السادس، القرن الخامس، القرن السادس والقرن السابع. كانت هناك الإمبراطورية الفارسية في الشرق والإمبراطورية الرومانية في الغرب، وكان بين الإمبراطوريتين أو قول الكتلة الشرقية والكتلة الغربية صراع مستمر، وكان برضو العرب طرف من الصراع ده. كان الرومان استعملوا ملوك الغساسنة، وكان الفرس استعملوا ملوك المناذرة في العراق وفي سوريا، وكان بين العرب يكون عداء ويكون نزاع يلزهم فيه أسيادة من الشرقيين ومن الغربيين. وإلى حد كبير المسألة دي تشبه الكتل القائمة في الوقت الحاضر. العرب هسه عضم نزاع برضو بين الكتلتين لأغراض بطبيعة الحال أرفع وأكبر وأشد أهمية من أغراض النزاع بين الفرس والرومان، وإن كان الشبه موجود السيطرة. لكن الحقائق الحاضرة في الناحية العلمية ما يجب أن تغيب عن بالنا هي أن نحن البشر في تطورنا نحو الوحدة في الكوكب ده، الكوكب اللي توحد بفضل المواصلات والسرعة، نحن وصلنا إلى درجة قريبة من أن تكون وحدة. نحن في مرحلة الثنائية في الوقت الحاضر. الحقيقة أن العالم ما وقف الموقف ده قبل اليوم. الكتلة الشرقية مثلا لما تقول الاتحاد السوفيتي والدول الحول، والكتلة الغربية أمريكا والدول اللي بتلف لفها، بيناتهم نزاع مصير توحيد العالم. الموقف بتاع الكتلة الفارسية والكتلة الرومانية يشبه ويختلف. أهم ما يختلف فيه أن الأرض ما كانت مهيئة لأن تتوحد، لكن في الوقت الحاضر الأرض مهيئة لأن تتوحد، بل الحقيقة توحدت. هسه يمكنك أن تقول مشكلة البشرية الحاضرة هي أن الكوكب اللي بنعيش فيه توحد من ناحية المكان جغرافيا، يمكنك أن تقول توحد، أصبح سرعة المواصلات ربطته ربط أصبح أضيق من أن تعيش فيه بشرية منقسمة ومتنازعة. الغرض العلاقة البشرية اليوم أن تجد المعادلة اللي بيها يمكن أن تتوحد بشريا زي ما توحد وطنا مكانا أو جغرافيا. أصبحنا جيران، نحن البشر أصبحنا جيران. إذا كان ما عندنا الأخلاق اللي بتسع الجار، إذا كان نحن كجيران بنجدع بعضنا بالحجار بالصورة دي، ما ممكن نعيش مع بعض. الحاجة المواجهانة نحن البشر هو ده التحدي، ده أننا هل نحن بنستطيع أن نتوحد بشريا زي ما توحد الكوكب اللي بنعيش فيه. المرحلة اللي نحن بلغناها في تطورنا نحو الوحدة هو مرحلة الثنائية. العالم هسه مقسوم بين الكتلتين، وأنا أحب أن أقول أنه ما في حاجة يسمى العالم الثالث، في ناس كثيرين بيتكلموا عنه، ولا في حاجة يسمى كتلة الحياد الإيجابي. ده كله كلام، إذا كان أنت جيت للتحقيق الأخير تلقى أن الكتل دي كلها منصارة إلى الشرق أو إلى الغرب، والكتل الحقيقية التي تصطرع هي الكتلة الشرقية والكتلة الغربية.
ومشاكل كثيرة جدا صارت من ما انتهت الحرب. حرب انتهت سنة 45، صارت مشاكل كثيرة وحروب إقليمية كثيرة. في وقت مضى كانت الحروب دي تصبح حروب عالمية، لكن لأن التجربة البشرية في الصراعات المختلفة، نحن عهدنا بالحروب طويل، التجربة البشرية دلت على أن الحرب ما بتحل مشكلة. والحقيقة التجربة دي توكدت في أذهان الناس في الحرب الأخيرة بصورة خاصة. في الحرب الأخيرة بريطانيا زي ما يقال دائما كسبت الحرب لكنها خسرت السلام. بريطانيا يرجع لها الفضل في أنه المحور هتلر موسوليني اليابان انهزموا، لكن بريطانيا لما خرجت من الحرب هي منتصرة في الحرب، في عالم السلام خسرت. العالم بعد السلام بتاع سنة 45 ما استطاع أن يكون في سلام ولا هو في حرب. تقوم حروب إقليمية يحاولوا بشتى الوسائل أن يحصروها في حدودها لغاية ما تنحل بأسلوب من الأساليب. ما من شك أن الاتجاه أن الحل يكون حول الترابيزة مش بالمدفع. وفي الوقت الأخير ما في حرب إقليمية انحلت بالسلاح. السلاح السعبيدي يستعمل ليجيب الناس حول الترابيزة. أو أنتم شايفين مثلا فيتنام، أمريكا كانت بتعتقد أنها بتنهي المسألة دي بسرعة، ما استطاعت. في الآخر لابد من ترابيزة المفاوضات. التجارب دي دلت البشر أنهم الحرب ما بتحل مشكلة بالمرة، بل أنه السلاح الأخير، السلاح الحديث، القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية دلت على أنه الحرب إذا قامت ما في منتصر. البشرية كلها راح تتعرض إلى فناء محقق إذا مش الحياة البشرية الحضارة البشرية على أي سر تقدير. الخوف من الحرب هو اللي خلانا نحن في سلام من سنة 45 وإلى اليوم، ربع قرن ما في سلام، لكن في خوف من الحرب لأنه الأسلحة الحديثة فتاكة بصورة مزعجة. وما من شك أن ده خير كبير من فضل الله على الناس أنهم بيبقوا خايفين من الحرب وأنهم ما بيتقحموها بالصورة دي، وأنا تجربته نضجت في أنه لازم يتعايشوا. وأنا أحب أن أقترح لكم حقيقة، أحب أن تكون مدار اهتمامكم، أنه المشكلة الحاضرة هي مشكلة مدنية، أنه نحن على الأساليب القديمة والمدنية القديمة وصلنا إلى نهاية الطريق، وأنه لابد من مدنية جديدة. وأنا بميل إلى التمييز بين المدنية والحضارة. المدنية الغربية اللي بنتكلم عنها دائما هي أدخل في باب الحضارة منها في باب المدنية. استعمال الآلة، تسخير الآلة لرغد العيش ولسعة الدخل وتهنئة الحياة وتقريب المواصلات ونقل الأخبار، دي كلها أدخل في الحضارة منها في المدنية. المدنية هي القيمة. أنا عندي يعني الإنسان اللي عنده عربية طويلة وعنده ثلاجة كبيرة وعنده بيت جميل وعنده أثاث جميل وعنده الأشياء اللي كل واحد مننا عايزها، ده إنسان متحضر. إذا كان المسائل دي جابة ببيع حريته بالكذب وبالنفاق وبالتدليس وبالخداع، ما هو متمدن. دفع حريته وكرامته في سبيل حاجة دون المستوى اللي دفعه، دفع ثمن أغلى مما اكتسب. هذا افتكر أنه ممكن أن تقول عليه متحضر. لكن الإنسان المتمدن هو الإنسان اللي حريته فوق كل شيء، بعدين يسعى بوسائل الرجولة والحرية والشرف ليكتسب المسائل اللي بتخلي الحياة رغيدة. هذا بكون متمدن، الإنسان اللي عنده قيمة يقدم ويأخر الأشياء، الحرية فوق كل اعتبار، المادة تتبع، ده إنسان متمدن. اللي بيتكافل يتهافت على المادة وعايزة بكل سبيل، ده يمكن أن تسميه متحضر. أنا إحنا في الوقت الحاضر في حضارة، الحضارة الغربية، وتفقد روح القيمة. ومن أجل فقدان روح القيمة وصلت للطريق المقفول، لأن الإنسان في الحقيقة مفتور على القيمة.
الحرية عند الإنسان بالمرة ما في شيء عادلة. يمكنك أنت في حالة الضيق أن تضحي بحريتك في سبيل الرخاء المادي، وده حاجة طبيعية لأنه نحن كحيوانات بتجوع معداتنا وبنشعر بجوع المعدة قبل ما نشعر بجوع عقولنا، لكن مجرد من تشبع المعدة الإنسان بتطلع لقيمة جديدة. نحن في الوقت الحاضر عايزين السلام، عايزين نتعايش كبشرية في كوكب موحد. الصراع اللي نحن شايفينه في الوقت الحاضر بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية هو المرحلة البعادة طوالي تجي مسألة الوحدة البشرية باكتشاف المدنية اللي بتلقح الحضارة الغربية وتوجهها الوجهة التي تجعل الإنسان سيد في الأرض. الآلة خادم والإنسان سيد، مش الآلة سيد والإنسان خادم، هو الوضع اللي نحن بنباشره في الوقت الحاضر. ومن أجل ده أنا بعتقد أنه مشكلة فلسطين زي ما قلت لكم، مشكلة إسرائيل بالنسبة للعرب ما هي حقيقة مشكلتهم، إنما هي نتيجة لمشكلتهم وهي تخلفهم. والمنطقة دي عايز البشرية تنهض زي ما نهضت في القرن السابع، منطقة الشرق الأوسط تنهض من جديد لتعطي الإنسانية قيمة جديدة. أنا من الناحية دي بنظر لقضية إسرائيل مش من نواحي تانية إطلاقا. أنا بعتقد أنه أساس العرب، دائما أنا بتكلم عن جمال عبد الناصر في النقطة دي لأنه هو زعيم العرب من غير شك. الأخطاء اللي بيرتكبها جمال بتأثر على العرب. أنا بعتقد أنه سياسة جمال ما كان فيها نضج في الناحية دي، ما كان فيها وزن للأمور في المستوى ده. قضية فلسطين في الوقت الحاضر أصبحت دخلت فيما سمي بمنطقة الحرب الباردة، في النزاع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية في سبيل السيطرة على العالم، في سبيل توحيد البشرية تحت نظام واحد بتطمح له الشيوعية أكثر مما تسمح له الرأسمالية الغربية. الرأسمالية الغربية في الحقيقة ما فلسفة، ما فكر، إنما هي مخلفات قانون الغابة. عندما كان الغني القوي غني، القوي عنده والضعيف ما عنده، بعدين الجانب الثاني قام بنازع في قانون الغابة ليغير لقانون إنساني ليكون الضعيف حد، الضعيف له حد، القوة ناصره. قانون الرأسمالية وفلسفة الرأسمالية إنما هي محاولة لتشبث بما عندها، ما عندها شيء تقدمه للناس. الجانب الثاني هو الجانب الطامح لأن يقدم للبشرية حاجة. أنا أحب أن أقول أنه الجانب الثاني في التفكير الماركسي عنده نقص كبير. النقص الكبير ده إذا ما تم البشرية ما بتصل للسلام. النقص ده يمكن نتكلم عنه كلمتين أخيرتين، لكن النقص ده أنا بفتكر بتنموه المسلمين، ناس 80 مليون من 100 مليون على التقدير اللي بتسكن مثلا الشرق الأوسط. إذا كان العرب المسلمين رجعوا إلى لباب من الإسلام والباب من المدنية الغربية يمكنهم أن يخرجوا زي ما خرجوا بيرك من جزيرتهم ويصنعوا التاريخ زي ما صنعوا في المرة الماضية، ويصفوا الكتلة الشرقية ويصفوا الكتلة الغربية بمدنية جديدة تسوق الإنسانية إلى السلام وإلى الوحدة في الأرض دي. نحن لنرتفع إلى هذا المستوى أنا بعتقد أنه لابد أن نلعب دور الكتلة الثالثة. بمعنى آخر يجب ألا ننضوي إلى الشيوعيين وألا ننضوي إلى الرأسماليين. أنا ما أخذه على سياسة الرئيس جمال عبد الناصر هو أنه، وده كلام بقوله أنا كثير، بطريقته الأمن بها قناة السويس انحرف بقضية العرب إطلاقا من كونها هي مسألة فلسطين إلى مسألة نزاع بين الكتل الكبيرة. لاحظوا حاجة، أنا ما ضد التأمين، لكن الكيفية اللي حصل بها التأمين خلت جمال عبد الناصر يتحمل من عداوة الغربيين ما يلجوا إلى أن يكون له صديق. الغربيين ما كان سهل عليهم مسألة قناة السويس.
مثلا قناة السويس ما هي مشروع اقتصادي فقط بيدير مثلا مئات الملايين لهم في السنة، هي في الحقيقة نفوذ سياسي في المنطقة دي. وما من شك أن الواجب أن نحارب نحن النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي اللي بتمثله قناة السويس بالنسبة للغرب، لكن يجب أن تذهب أنت وتزحف نحو مقاتلة الغربيين بالصورة فيها حكمة وفيها رشاد، وألا تتحمل من العداوة ما يلجأك إلى أن تستغيث بالفريق الثاني. أنا أفتكر أن المرحلة اتغيرت طوالي من سنة 56. في سنة 56 نحن أعلننا رأينا في الكيفية اللي حصل بها التأمين، وقلنا أنه المسألة دي راح تجر العرب إلى الحرب الباردة ويكونوا عظم نزاع بين الشرق والغرب ومصالحهم تهدر. أو ده الأمر اللي حصل. في المرحلة الحاضرة نحن مع الشيوعيين تماما، نحن مع الكتلة الشرقية تماما، وفقدنا أي فرصة في أن نرجع لأن نكون كتلة محترمة ثالثة تبعث فكر أصيل لها هو الفكر الإسلامي. فالحقيقة الحقيقة واتطرقنا في دمجية كبيرة هي مسألة القومية العربية، هذه برضو من السياسات اللي حرفت العرب كثير عن اتجاههم في أن يكونوا كتلة محترمة تقدم للبشرية خدمة، ودي من الأخطاء اللي تطرق فيها جمال عبد الناصر ولا يزال الأمر ساير بها. دي رؤوس مواضيع تسوغنا للمشكلة الحقيقية، مش مشكلتنا فلسطين، مش مشكلتنا إسرائيل. وأنا أكد لكم أنه نحن لو رمينا إسرائيل في البحر زي ما بيحلموا بعض الناس مشكلتنا قائمة. هل نحن عندنا القامة في الزمان والمكان اللي بنلبيها الشرق الأوسط في القرن العشرين؟ ده الأمر المهم. هل نحن قامتنا بترتفع لأن تملى مكاننا وزماننا في القرن العشرين في الشرق الأوسط؟ وأنا متأكد أننا نحن ما بنستطيع أن نرمي إسرائيل في البحر، لكن بفرض جدل لو حتى رميناها في البحر دي ما مشكلتنا، مشكلتنا أن ننهض. ونحن في سبيل إسرائيل هسع مغللين عن مشكلتنا الحقيقية باستمرار زعمانا يتكلم عن اليهود وعن إسرائيل وعن تحرير الأرض بتاعت العرب، وإن كان الكلام ده عمليا ما تفكروا فيه لا تدقونوه. أنا أفكر أنه مسألة فلسطين يجب أن تواجه في الوقت الحاضر بصورة حاسمة، ونحن سنة 67 قدمنا حلول لها. برضو نحن ما كنا مفهومين، شأننا في المسائل كلها ما عارف الجمهوريين لما نتكلموا عن الإسلام عايزين زمن شوية ليفهموا، لما نتكلموا عن السياسة في الشرق الأوسط مثلا عايزين زمن شوية ليفهموا، لكن ما من شك أنه الاتجاهات ماشية لأن تبرهن على صحة رأينا. سنة 67 نحن قلنا أنه حل قضية فلسطين يجب أن يكون في مستويين، مستوى الحل العاجل ومستوى الحل الآجل، ونحن بنعتبر أنه الحل الآجل هو الحل الحقيقي. وكثير من الناس يفتكر أننا نحن بنقول أنه نتفاوض مع إسرائيل وده حلنا. نحن دعينا إلى التفاوض مع إسرائيل، دعينا للاعتبارات اللي إذا كان نحن انهزمنا ثلاث مرات أمام إسرائيل المحاولة الرابعة تبقى خطأ وخطأ كبير، والمسألة فيها لاعتبارات كثيرة. أن نحن في الحقيقة ما انهزمنا من السلاح، سنة 65 السلاح مش ينهزمتنا دي المرة، السلاح كان موجود وخلينا في سيناء في سنة 56 خلينا أسلحة، في سنة 67 خلينا مسلحة، في سنة 67 تدرت ببليون جنيه. نحن هسا يكلمون زعمانا بأنه الجيش المصري استعاد تسليحه. الجيش المصري حتى لو استعاد تسليحه نحن وانتو بنعرف انه اذا كان نحن رجعنا اسرائيل من سيناء لا يمكن ان يسمح لنا بان ندخل لنرمي اسرائيل في البحر كما هي احلام العرب، لان الدول الكبرى كلها ضامنة لحدود اسرائيل بما فيها صديقتنا روسيا. الوضع ده بالصورة دي كأنه اسمع ما نسمع له في المسألة دي هي ان نخرج اسرائيل من الاراضي المحتلة، ودي مش القضية. وانتوا طبعا شايفين الوضع هسا. اخر كلام قالوا السيد جمال عبد الناصر ان هو مستعد يعترف باسرائيل، سموها اسرائيل وسموها اي حاجة انا مستعد اعترف بها انا وشعبي. الموضوع اذا في ان نحن نواجه مشكلتنا
دي جدية. أنا بفتكر ده الحل الأساسي. نحن رضينا بالاقتراح بتاع مجلس الأمن بتاع 22 نوفمبر سنة 67 المشهورة اللي قدموه البريطانيين، ده ضد إسرائيل حدود ثابتة واعتراف وعدم عدوان عليها مسالمتها ويعطيها حق الملاحة في قناة السويس في الممرات المائية قناة السويس وخليج العقبة. نحن هسه عايزين الحل، نحن العرب. لكن في مؤتمر الخرطوم زي ما انت شفتوا عندنا ثلاثة نقاط: لا نعترف بإسرائيل، ولا نفاوض إسرائيل، ولا نسالم إسرائيل. ثم نحن الحل العسكري عجزنا عنه، أصبحنا عايزين الحل الدبلوماسي. الحل الدبلوماسي لا يمكن أن تطلب أنت من العالم أن يساعدك على أن تنسحب إسرائيل من الأرض اللي احتلتها، ثم لا أنت مستعد تفاوض ولا مستعد تسالم ولا مستعد تعترف بها. أنا مفتكر أنه قضيتنا نحن يقال لنا كلام ويقال للغربيين كلام، باستمرار مسألتنا هي المسألة اللي نحن نتكلم عنها زي ما بيقول كلام الأخوان كلام كثير أن هذه مسألة عاطفية. هي ما هي عاطفية، هي في الحقيقة تمني، تمني زي تمني الأطفال. نحن عجزنا عن الحرب، ثم عايزين بالسلم نحقق أكثر مما حققناه بالسلاح. أنا بفتكر أنه بسرعة شديدة يجب أن تنحل مسألة إسرائيل بالتفاوض، وأن العرب لابد أن يفقدوا من كرامتهم شيء، لكن الثمن ده الثمن اللي بيدفعوه ليشتروا هدنة. الحل الأساسي اللي أنا بعتقده هو أن يرجع العرب ليبنوا داخليتهم من جديد، يبنوا داخليتهم من جديد. ولا يمكن أن ينبني داخلية العرب من جديد إلا إذا بعثوا الإسلام فيهم. العرب محتاجين للإسلام، العالم محتاج للإسلام، ونحن الجمهوريين بنقدم الإسلام على مستوى حل المشاكل في القرن العشرين. نحن بنعتقد أنه مرشح للأمر ده أكثر من كده. نحن بنعتقد أن السودانيين هم اللي راح يحلوا قضية إسرائيل. السودانيين راح يبعثوا الإسلام، السودانيين راح يرتفعوا إلى قمة في الأمر ده، لأنهم أقرب إلى الأصائل دي من غيرهم منها. لكن ما ممكن يكون في حل قضية إسرائيل بهذه الأنواع من الخطاب، الخطب اللي تقال بعضها للاستهلاك المحلي وتصريحات تقال للاستهلاك الغربي، ثم لا يكون في مستوى من الصحة ومستوى من الصدق ومستوى من الأمانة والدراسة. أنا فتحت لكم أبواب كثيرة في قضية فلسطين، لكنه أساسا أنا بنظر لها في خلفيتها اللي هي الصراع العالمي. إذا كان نحن مشينا مع الشيوعيين بالمدى اللي نحن ماشيين به، نحن خسرنا قضيتنا الحقيقية، وأنا أكد لكم أن البشرية كلها خاسرة. ونحن كل ما لجأنا للحل السلاح لابد لنا من السير مع الشيوعيين. في ناس كثيرين بطبيعة الحال يقولوا الغربيين أبوا يدون السلاح والشيوعيين يدون السلاح، انت عايزنا نعمل كيف دين ما أصدقانا؟ انا عايز قبل ما تحتاج انت للسلاح لتاخذه بان تبيع حريتك وشعبك كله لتمشي في الكتله المتنازعه، قبل ما تحتاج للسلاح ده تفكر. اما ان انت اخذت القضيه من بعد ما احتجت للسلاح، بتلقى الحل الطبيعي هي انك ما دام عاديت اكثر مما تحمل من العداوه، لابد لك من ان تلجا الى الفريق الثاني، ولو كان ينطبق عليك المثل المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنا بفتكر أنه المسألة الماركسية، ودي الكلمة الأخيرة اللي أقولها لكم في الأمر ده، الثورة الماركسية كانت مرحلة ضرورية في تاريخ البشرية، وأنه ما حصل من خير لغاية اليوم ده في تطوير البلاد وفي توعية الناس وفي تحرير البلاد المستعمرة كان يرجع إلى النزاع اللي قام بين الكتلة الشيوعية والكتلة الغربية، وأن هذا النزاع ما كان يمكن أن يكون من روسيا لولا الثورة الماركسية. لكن الجانب بتاع فكرة ماركس في أنه فلسفة للعلاقة بين الإنسان والكون هي بتجعل الماركسية فكر مرحلي. الماركسية لا يمكن أن تكون لمستقبل الإنسان، وأنا أفتكر أنها فيها خطأ علمي هو اللي أحب أن ألفت نظركم له. الخطأ العلمي
بيجي من انه الماده، الوجود كله مادي، مظاهر حتى العقل في الحقيقه لاحق للماده. العقل مش سابق لاحق، الكلام ده مؤكد صحيح لكنه ما كل الصحه. عقل الانسان لاحق للماده، يعني الانسان نشا من دوده صغيره ما كان عندها عقل لكن عندها جسد. الجسد ده بالتفاعلات المختلفة طلعت منه الوظائف المختلفة في الأعضاء والاتجاهات لغاية ما صدر العقل منه. لكن الفكرة الكبيرة هي أنه العقل الإنساني محاكاة للعقل الكوني. في عقل سابق للمادة وفي عقل لاحق بالمادة. العقل الإنساني لاحق بالمادة، وأنا أفتكر أنه ماركس افتكر العبارة دي كلها، هي كل الحق. لكن ذهل عن أنه في عقل كوني، في الله. الله هو المطور عقل الإنسان ليخرج من المادة كأنما هو نموذج محاكاة لعقله. النقطة دي لابد للإنسان منها، لأنها دي النقطة بتصل الإنسان بالغيب. الإنسان لابد له من الغيب، الإنسان صاير من المحدود للمطلق. العقل ده العقل الكبير الله، هو الصورة اللي في الحقيقة بتحرر الإنسان وبتسوقه لترقيه ولتطوره. والناس في الغالب شعورهم بالناحية دي تكون أقل من شعورهم بالناحية المادية، لأن الناحية المادية محسوسة، لكن العقول الكبيرة لابد أن تدرك الأمر ده. تصحيح الخطأ الماركسي في فكرة علاقة الإنسان بالكون، طبعا مسألة ماركس في مسألة التنظيم الاقتصادي تابعة للفلسفة الكبيرة، يعني الشيوعية ما هي مسألة الأساس في كلام ماركس، وإنما مسألة الجدلية المادية، الجدلية التاريخية، دي المسائل الأساسية تنعكس في تنظيمه الاقتصادي اللي هو اشتراكي يتطور إلى شيوعي. الفكرة الأساسية عن ماركس مؤكد فيها خطأ أساسي، وأنا واثق أن يتم الإسلام، ولذلك العرب بصورة الحاضرة يجب أن يتجهوا إلى الحل الآجل، الحل الآجل اللي هو بعد ما يشتروا الهدنة في المنطقة دي لابد أن يبعثوا دين على مستوى يتجاوب مع حاجة الإنسان المعاصر فرد وجماعة. فكثير من الكلام ده فتح، مؤكد أنه يكون مجال ل نقاش خصب جدا إذا كان نحن اتجهنا اتجاه علمي. أنا أحب أنه مسائل العواطف ما تدخل في المسألة دي، أنا بسمح لها في النقطة دي أن تكون العواطف. راح يجوا ناس بطبيعة الحال نواياهم حسنة جدا ويقولوا عن شعب فلسطين والشعب المشرد، المسألة دي كلها بتجد حلها، لكن ما تفتكر أنه مشكلتنا فلسطين وأن يجب أن نمشي بالسلاح وأن نمر اليهود في البحر، ده بعيد، وكل ما انت مشيت فيه انت ضليت عن طريقك الحقيقي ووظيفتك الحقيقية، وانحرفت في ان تكون مع الكتلة الشرقية. الكتلة الشرقية قريبة جدا من ان تنتصر على الغرب. ما تفتكر ان الرأسمالية عندها فرصة، الشيوعية عندها فرصة، وانا الحاجة المتأكد منها انه ما في شيء نهض الشيوعية ليخلص الانسان من الانحراف بتاع التفكير الماركسي غير الفكر الاسلامي. فإذا عطلناه نحن في مسائل زي القيادات الحاضرة ما بيسوقنا لها، أصبحنا في الحقيقة ضلينا عن مشكلتنا وما قمنا برسالتنا اللي بتحتاجها البشرية. هذا بإيجاز الموضوع اللي أنا بنظر به من الناحية لفلسطين. في كلام كثير جدا يقال في ملابساته، في الأخبار اللي بتصدر لكم في الصحف وفي المواقف المختلفة، في تقديم الحلول، في المناقشات، في اجتماع الأربعة الكبار ليجدوا حل، في أن اليهود ما عايزين الحل ده ينفرض عليهم، في أن اليهود عايزين العرب يجلسوا معاهم في طرابيزة واحدة والعرب ما بين، كلام كثير بيقال في النقطة دي، لكن ممكن أنتوا تسيروه اللي يجي في النقاش. الحاجة اللي أنا بتهمني أن يكون الاتجاه علمي، السياسة مش ديماجوجية، وما انضرينا نحن إلا لما اعتقدنا أن السياسة ديماجوجية وتهريج وخطابة فارغة. شكرا. محمود يعني فارح جدا في سياقة المقدمات المنطقية عشان يدخلنا في نتائج زائفة، وده وصل لنا في الكلام ده. مثلا يقول السلاح لا يحل مشكلة،
وبيقول بعد شوية عدم وجود عالم ثالث، وده كل واقع معاش بالنسبة لنا. مشكلة الإنسان اللي بده يتحل من غير سلاح، لأنه أي قوة وأي حق محتاج لل أي حاجة محتاج للقوة اللي بتسنده عشان ينتصر. ده من جهة، ومن جهة تانية أنه العالم الثالث موجود حقيقة، إحنا بنعيشها كل يوم وشايفينها في قدامنا. طيب الظاهر أن يعني الفكر ده ذاته زيه زي أي طاقة تانية، زيه زي الكهرباء، ممكن الواحد يوجيها عشان ينور بيها، وممكن الواحد يوجيها عشان يقتل بيها زول. فاحنا بنحترم فعلا الاستاذ محمود كمفكر، لكن ما بنسمح له ان يفرض وصايا علينا ويلزمنا بكل نتيجه هو عايزه وكده. بعدين في نفس الوقت احنا بنعمل الكلام اللي بيتنا ده، يعني ده تفيد العدو في اكثر من ان تفيدنا احنا. الناس بيحاربوا هناك في الجبهه، يجي هنا الاستاذ محمود يقول لنا كلام زي اللي بيقوله قبل شويه. مش كده وبس، حزب الاستاذ محمود حزب قديم، يعني ما حزب جديد. وجدنا انه في احزاب كانت اثقل من حزب محمود محمد طه، ودت كتائيبه للجبهه سنه 48، وين كان محمود من الزمن ده كل حد هسه الليله؟ يجي يقول لنا كلام زي هنا في المحل. طيب بعدين الاستاذ محمود بيقول انه احنا المفروض على الاقل هنا في الفتره دي نرضى بحل سلمي، ومن خلال الحل السلمي ده ممكن يعني نقوم نفسنا وكده. لكن التاريخ بيقول انا الناس ذاته ما ممكن اغلب نفسهم الا من خلال المعارك، ولان فعلا محتاجين للمعارك دي عشان تسقينا وتغرق الانسان العربي الجديد اللي بيتكلم عنه الاستاذ محمود. اولا انا طبعا برفض ان مساله اني بفرض وصايا. الانسان المفكر ما بفرض وصايا، لكن الفكر قد يفرض وصايا. إذا أنت بتفكر وفكرك قوي قد يفرض وصايا الفكر، وده ما بتعاب عليه أنت. لكن فرض الوصايا بيجد القوة، وأنا بطبيعة الحال بستهجن القوة وما بتجه لها، وحتى لو ملكتها ما بستعملها. لكن كوني بتكلم بفكر، والفكر ده أنا مخلص له ومجود وساعي وراه طول الوقت، ده الحاجة المطلوبة. فإذا كان في من الناحية دي حاجة يشعر بها الابن في أنها فرض وصايا، هي فرض وصايا الفكر، ارفضوا أو يسيبوا، لكن فرض الوصايا بالقوة ما تستطيع أن ترفضه، هي دي الوصايا. المقدمات اللي أنا بقدمها منطقية وبعدين بنتهي إلى نتائج زائفة أنا ما شايفها لغاية الآن في موضوعي اللي أنا قلته. القوة أنا بقول أنه القوة ضروري، لكن العنف ما ضروري. انا متاكد من حاجه، ان البشريه بدت بالحروب، بدت بقانون الغابه، بدت بالمخالب الحمر والانياب الزرب، لكن ما من شكل البشريه باستمرار ماشيه لتلغي السلاح. على الحكايه اللي دعت لها ان يكون الامر في النظر في تطور المجتمع البشري نظر علمي. ما من شك ان الانسان طالع من قانون الغابه ليجي لقانون الانسان. الاشتراكية هي شنو؟ الاشتراكية هي المنهاج اللي بحاول يعطي الفقير حق. الفقير ما كان زمان عنده حق، الفقير ذاته مستغل زمان، لأن القوة هي اللي بتصنع الحقوق. فأنت إذا كان وجدت أنك بتتكلم عن الاشتراكية اللي تقول أنه الضعيف ما بيستطيع أن ينتج لأنه عنده عاهة أو لأنه عنده شخوخة أو لأنه طفل، يجب أن يكون عنده حق. الحق ده تضييع والقوة، ده ما تطور المجتمع لأن يلغي السلاح. فحاجة واحدة أساسية، وأنا بفتكر أن دي برضه من الأشياء الأضيفة إلى، وقلتها قبل كده، من إلى أخطاء التفكير الماركسي. ماركس بيفتكر أن القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أي تغيير أساسي في المجتمع. أنا بقول أن القوة بتغير والعنف ما ضروري. لا بد من القوة للتغيير، العنف ما ضروري. القوة قد تكون قوة الخلق، قوة التصميم، قوة الفكر، ودي الحقيقة هي القوة. القوة الحقيقية هي قوة الفكر والخلق والتصميم. وأنا اتكلمت قبل كده عن ثورة أكتوبر، قلت أن الحاجة اللي أبرزت لنا ثورة أكتوبر، وأنا أفتكر أنها تذهب في تقييم ثورة أكتوبر في مقبل التاريخ، أن ثورة أكتوبر كانت قوية لكنها ما كانت عنيفة. الاطمئنان لقوتها ما كانت محتاجة للعنف، وما بيدخل في العنف طبعا رتع المعتدي.
هنا الحروب اللي احنا بنتكلم عنها وعن البشريه ماشي تتخلص منها، دي حقيقه في تطور المجتمع. انت هسه اذا كنت ما بتعتقد ان حاجه مجتمع بكره هي السلام، وان السلاح ده القنبله الذريه تستعمل للانتاج للسلام، اذا كان ما بتعتقد النقطه دي من المؤكد ان نظرتك للتاريخ والتطور العلمي ما صحيح. الانسان عايز السلام، مشكله اليوم دي مشكله السلام. السلام بيجي بالعدل، العدل بيجي بمناصرة الأقوياء للضعاف. القوة دي ما ضروري يكون فيها العنف، إذا كان فيها عنف في مدى ما يدفع المعتدي ده ما عنف. أنا مرة قلت لكم في محاضرة أفتكر، قلت لو كان إنسان واثق من نفسه من قوته ماشي مثلا في الشارع، بعدين هو عنده مسدس ولقى إنسان شاير سيفه، إذا كان هو واثق من نفسه يمكن أن يضرب الإنسان يعطل السيف، إذا كان ما واثق من نفسه يضربه في مقتل يقتله، لأنه بشك في أنه يجوز يجل يده ويصله، أحسن يرتاح منه مرة واحدة. هتلقى أنه العنف في الحقيقة دائما بيقترن بالضعف، لكن القوي ما بكون عنيف. ودي حاجة هي مستقبل البشرية، وأنا ما أعتقد أنه كارل ماركس طول تاريخ البشر لغاية مرحلتنا الحاضر، لكن قصر من أن يتخيله في المستقبل اللي هو أنه تكون في قوة لكن ما تكون في عنف. مسألة الصراع اللي احنا عايزينه، ما من شك ان احنا عايزين الصراع، لكن الصراع مش دايما الصراع الدامي، مش دايما الصراع العنيف، الصراع الفكري. الصراع الفكري، الافكار بتتصارع وبتتلقح مع بعض، المدنيات بتتصارع وبتتلقح مع بعض، وبموت منها الضعيف وبيمشي القوي. فالقول بانه المسائل العنف ومسألة الحرب ومسألة الناس بيموتوا هناك، ده كل الكلام اللي أنا بدورك حذرت منه. أنا أعرف أن الناس بيموتوا وبموتوا لأن نحن ما بنفكر. لو نحن صادقين ونحن مخلصين ما بموتوا الناس بالصورة دي. ونحن هسه على الناس اللي بيموتوا بنقدم لهم شنو غير كلام يضللوا؟ نخطب خطب كثيرة ونقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ونمش بطرف ثاني نتكلم معهم عايزين الحل السلمي. من هنا دول يمشوا يموتوا. القضية هي في الحقيقة مسؤولية الزعامات ومسؤولية القيادات ومسؤولية المفكرين حيث كانوا، والابن المبارك منهم أي واحد يسهم في الرأي ده يجب أن يكون مخلص. نحن مش في خط النار هسا وبنتكلم بكلام نحن ما قاعدين نسانده وهين علينا، لكن بيوت الناس من أجله لأنه في تضليل واسع. المثل اللي تتكلمت عنها تركت جانب، زي ما أنا بقول دائما، تركت جانب الحل الأساسي. اي واحد من الاخوان افتكر اني انا طلبت المفاوضات وطلبت الصلح مع اليهود ثم يجيب هنا هو مخطئ. انا طلبت الحل ده ليكون مرحلة لبناء داخليتنا، والحاجة المؤكدة انت بس خدها على بناء داخليتنا بسطحيتها دي، مهما حاربت اذا كان داخليتك بالفساد الحاضر لا يمكن ان تنتصر. والناس اللي جاوا بالثورة في مصر ما كانوا قمة، بعدين اصبح عبد الحكيم عامر متهم بالخيانة لغاية ما انتحر بعد 20 سنة. فاروق كان خائن، ذهب ليجوا ناس جداد، اذهبوا فاروق ليكونوا خونة برضو. عايزين نجرب 10 سنين تانية او 20 سنة ليظهروا لنا خوانة برضو، ولا تكون في فكر وتربية وبعث صحيح ليكونوا الناس ناس؟ هذا الكلام بتاعنا نحن هو الاتجاه الصحيح. اذا كنت انت بتفكر في حل قضية فلسطين، اخذ الحل الاجل على اعتبار انه هو حلنا في الحقيقة، لكن الهدنة اللي انت بتشتريها لتحل. ونحن قبل كده اشترينا هدنة، نحن سنة 49 اشترينا هدنة ونزلنا وقلنا ما عايزين المفاوضات المباشرة. اليهود يقعدوا في اوروبا ونحن نقعد في اوروبا، ورالف بونش مندوب الامم المتحدة ينقول لهم، وفي الاخر اتفقنا على حدود وقعدنا مع بعض العرب واليهود، وجاتكم في الصور انت شفتوها، وحددوا الحدود دي. لكن من سنة 49 اللي ترينا الهدنة ما عملنا حاجة، لانه ما عندنا فكر نعمل شنو. احنا عايزين الحالة دي تتغير، عايزين الهدنة تكون مرحلة لان نعمل حاجة وان نبعث بعث جديد. البعث الجديد ده زي ما انا قلت محتاج له السودانيين، محتاج له العالم كله، لان التفكير الماركسي لا يمكن ان يكون مستقبل الانسان. التفكير الماركسي مرحلة جيدة جدا في تاريخ المجتمع البشري لغاية اليوم. في 50 سنة قدم خدمة كبيرة جدا، لكن وصل للطريق المقفول ولا يمكن أن يكون مدنية بكرة عليه.
الإسلاميين الناس المسلمين يجب أن ينهضوا بأن يرفعوا المصحف للمستوى اللائق بحل مشاكل الناس بتلقيح المدنية الغربية والحضارة الغربية، يقول بتصحيح الفكر الماركسي لتنتج الاشتراكية. الاشتراكية مش بتاعت كارل ماركس، كارل ماركس ما كان هو الاشتراكي ولا هو آخر اشتراكي، لكنه لا يمكن بالتفكير الماركسي أن تنتصر الاشتراكية، ولا بد للإنسان من الاشتراكية. إذا كان الإنسان عايز السلام ودي حاجة حياة أو موت بالنسبة له، الاشتراكية ضرورية، لأنه أنت ما يمكن تسالم وأنت جاية. والاشتراكية لا بد أن تكون وسيلة للحرية، الديمقراطية تمشي معاها. أنت ما ممكن تسالم وأنت عليك تسلط ومأمور ومنهي. لا بد من أن نشارك الشعب، يشارك في السلطة والشعب يشارك في المال، وده لا يمكن أن يجي عن طريق ماركس. إذا كان العرب هو المرشحين له، يبقى الاتجاه الصحيح إذن هو الكلام اللي احنا قلناه. أنا راح أترك برضو الفرصة للإخوان، لكن النقطة الأساسية اللي يجب أن نتجه لها هي أن حل الحزب الجمهوري هو الحل الآجل والحل العاجل مرحلة نحو. وهو سأل سنة 48 حزب محمود وين كان لما مشوا الناس؟ الناس المشوا عملوا شنو؟ حزب محمود هنا كور أفكار، أنا أكد لك أنها رح تكون هي حل المستقبل للفكرة دي. الناس المشوا سنة 48 عملوا شنو؟ المشوا سنة 56 عملوا شنو؟ والناس المشوا سنة 67 عملوا شنو؟ لغاية الآن أنت فكر في موضوع كده. أنا أكد لكم بحاجة كمان، البشرية مش عايزة بكرة ناس يوروها كيف يموتوا وكيف يحاربوا. البشرية مش محتاجة لنماذج من التضحيات في سبيل الموت، في سبيل استعمال السلاح واختراع السلاح والمهارة فيه. البشرية عايزة المدنية اللي بتلغي السلاح. المسيح محمود محمد طه. أما أنا محمود محمد طه في البداية بيرتكز على نقطة خاطئة جدا، بيقول إنه تاريخيا لشعب إسرائيل حق في فلسطين، وإنه إحنا ما المفروض نحترض على إنه لهم حق، لكن المفروض نؤكد إنه الحق العربي مؤكد أكثر. في الواقع إنه شعب إسرائيل شعب إمحة، والهجرة الإسرائيلية لفلسطين كلها جات من دول شرق أوروبا، وأظن الأستاذ محمود يعلم أكثر مني إنه الهجرة دي جات نتيجة لقوم يشكلوا ما لا يقل عن 5 مليون دخلوا الديانة اليهودية. اليهودية ما عنصر، اليهودية ديانة، اليهودية ما قوم، اليهودية دين. عشان كده الدين ما عنده وطن، الدين مش في فلسطين ولا في الكعبة ولا في الفاتيكان، الدين في كل مكان. ما في أي ناس بيطالبوا بوطن لأنه قبل كده دينيا كان عنده تراث في الوطن ده، وإلا لحق للعرب أن يطالبوا بإسبانيا وبالأندلس. الدين اليهودي عنده حقوق في فلسطين، العرب برعوها، ولكن الشعب اليهودي ما عنده حق في فلسطين. الأوروبيين والأمريكان وأبناء شرقي أوروبا الجونديس ده عندهم حقوق في أوطانه، لكن ما عندهم حقوق في فلسطين. فلسطين عربية ولشعب العرب. مسألة العنف والسلاح، العنف والقوة اللي بحكيتها الأستاذ وضرب لها مثل بأكتوبر، الحقيقة المثل ده ما مكتمل، وإذا جاز مثل في منطقة ما بجوز في كل مناطق. هذا العنف هو اللي حرر روسيا من السيطرة القيصرية، وهو الخلق ليلة الاتحاد السوفيتي اللي بقى مصير للسورية زي ما ذكر الأستاذ، أو اللي بسبب تناقضه زي ما ذكر بدقة أكثر، بسبب تناقضه مع العسكر الرأسمالي حصلت كثير من الشعوب على الحرية. والعنف والقوة هما السلاح اللي استعملهم شعب فيتنام عشان ما يجبر الولايات المتحدة تقعد وعاو في طرابيزة المفاوضات وتحترف بحركة الفيتكونغ. لكن احنا العرب هل احنا محتاجين عشان ما ندبر اسرائيل تقعد معانا في مائدة المفاوضات؟ احنا ما محتاجين عشان ندبر اسرائيل، دي هي المحتاجة له. اذا كان العنف والقوة هو اللي اجبروا امريكا، اذا العنف والقوة هم اللي حققوا اهداف شعب فيتنام، والعنف والقوة هم السبيل لتحقيق اهداف اي شعب مضطهد من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
لانه ما في ديمقراطيه في امريكا اللاتينيه الليله. ما في ديمقراطيه، الشعب يقوم كله يقعد كله، لكن ما في ديمقراطيه. يا احمد السلاح يحرر ارضه ولا يبقى مسحوق من قبل الولايات المتحده الى ابد الابد. قضيه فلسطين في الحقيقة احنا لو عشنا في سلام مع اسرائيل ده سؤال، ممكن نعيش في سلام مع اسرائيل ده دايرة اسرائيل، لكن في الحقيقة ما بنغير داخلياتنا زي ما بقولها بالسوء، لان اسرائيل اولا ما قبية. اسرائيل كما ذكر تملك القوة وتملك الفكر، وبقوتها وبفكرة اذا توصلت لحل الليلة هتتوصل بكرة لمنطقة اكبر، والعرب يظلوا يتراجعوا ليه؟ لانهم اسلحهم ما عندهم استعداد كما ذكر الاستاذ، لكن المعركه المسلحه هي اللي توقف التراجع ده. احنا تراجعنا لاننا من 48 ما استمرينا في الحرب، مش لاننا يعني لاننا نادينا بالحرب وبغير. من 48 ما استمرينا في الحرب عشان كده احنا تراجعنا. اذا من 48 احنا بنحارب ما كانت اسرائيل موجوده الليل على الاطلاق. مزالة الأستاذ هي مزالة تكتيكية أو مزالة مرحلية كما ذكر. الحل العاجل هو حل مرحلة أو تكتيكي، وكذلك قرار الأمم المتحدة. الأستاذ ما بيرضى إننا ناخذ حل ذاك حل نهائي، وليه يرضى إنه قرار مجلس الأمن اللي احنا وافقنا عليه باعتباره قرار نهائي؟ احنا وافقنا عليه باعتباره قرار تكتيكي، باعتبار موقف تكتيكي مننا لقرار وزارات الأمم المتحدة في وقت احنا كنا أعجب من اننا نعلن ساعة استمرارنا في الحرب ضد اسرائيل. ثانيا عبد الناصر ذاته ما المفروض ياخذ بالعرب كله. عبد الناصر مجرد شخص، اذا اصاب نحن معه، اذا اخطا نحن ضده. عبد الناصر اذا وقف على اسرائيل عمل ضغط استراتيجي احنا ضده. اذا عبد الناصر وقف مع حقوق فلسطين للنهايه احنا معه. بعد يتكتك ويتكتك. اي ناس بيحتاجوا للتكتيك عشان ما يصلوا لتحقيق اهدافهم النهائيه، كلمه اخيره، فلسطين لا تحققها الا الحرب الشعبيه المسلحه، مش حرب الجيوش، الحرب الشعبيه المسلحه اللي بتعدي كل الامه العربيه، وهي في النهايه اللي بتخلق الامه العربيه، لانه من خلال الحرب تتخلق الامه العربيه، مش من خلال السلم والحلول الاسلاميه والفلسفه البرقيبيه. مين يقول انه اليهودية دين مش جرس؟ اليهودية دين وعنصر، بل الحقيقة انه اليهود عندهم الله بتاعهم هم وحدهم، ما بتاع الناس التانية، وهم مع شعب الله المختار بالصورة دي. واليهود مش مبشرين بدينهم، بل بيظنوا به على التبشير. ولذلك بيعتقد انه الدين اليهودي زي الدين الاسلامي او حتى زي الدين المسيحي، ما بيعرف حاجه في الموضوع ده. اليهوديه عنصر لبني اسرائيل ودين مرتبطات ببعض. وبيقول انه الشعب الاسرائيلي محا، انت قاعد وين انا مش عارف، الشعب الاسرائيلي محا كيف؟ بل الشعب الاسرائيلي في الحقيقه في كل بلد عنده صور اكثر من البلد نفسه. هم يأثروا على الامريكان ويأثروا على الانجليز ويأثروا على الفرنسيين وفي كل منظمة. جمال عبد الناصر قبل شوية قال انه العنصر اليهودي منظم تنظيم في كل دول العالم بالصورة اللي يهزمنا لو نحن رضينا بالتعايش معه. هسا في كلامه الاخير لمجلة تايم، ما في واحد يمكن ان يقول انه العنصر اليهودي معه. قول انت تشتت في الارض، حيث تشتت في الارض هو زعيم النقد، هو زعيم الاقتصاد، زعيم السياسه والاختراعات ذاتها. ده كله في كل جهه بالصوره دي. يجوز يكونوا اعداك، ويجوز يكون انت ما قاعدين، لكن كونك ما قاعدين محبا الحقائق بريت نفسك ما ضريت زول ثاني. واشوا الحقائق بحقائق التاريخيه. بعدين الكلام عن العنف والحرب وفيتنام بتتحرر بالحرب والروس تتحرر بالحرب، انا بقول ان العنف ما كان في تاريخنا، انا بقول مستقبل البشريه مش للعنف. مستقبل البشريه ان تمحى العنف وان تبطل السلاح. والكلام اللي قلناه عن فيتنام، استعمل السلاح ليجيب الناس لترابيزه المفاوضات.
يعني راح يجي وقت الناس يجي لطربيزة المفاوضات بدون السلاح. السلاح ما كان زمان عشان نجي في طربيزة المفاوضات. من غلب سلب. بننتصر وبنملي شروطنا. دي كانت الحروب بالصورة دي. لكن ده ذاته تطور جديد في مفهوم البشر. كونه نحارب لنجي نجلس في طربيزة اللي بتفاوض. عنصر السلام دخل ليقول ان الحرب ما بتحل. والكلام عن انه الدول دي تحررت بالعنف دي ما عايز واحد يذكر بها انسان ثاني لانه معروف. انا قلت لكم انه تاريخ البشريه خرج من الغابه، لكن ما من شك ان تطور المجتمع البشري يخرج من الغابه ليكون انساني. نحن مارقين من حيوانات كنا بنتحارب بالصوره ديك ليكون ناس. والناس ما بيتحاربوا، الناس بيفهموا بيتعايشوا بيتعاشروا بيحلوا مشاكلهم بسلام. وحاجه البشريه في المستقبل السلام. ومين يقول برضو زي ما قال انه نحن قبلنا الحل بتاع مجلس الامن بتاع 22 نوفمبر 67 مرحلة. كيف يكون مرحلة وانت بتتعهد امام الامم المتحدة بانك تحترم حدود لاسرائيل وانك تديها حق الملاحة؟ كيف يكون مرحلة؟ ده نوع التفكير انا افتكر انه خطير جدا. ده هو اللي بيمد الطريق للتضليل. لانه قالنا نحن بنستر عيوبنا. نحن قبلنا حل سنة 67 لكنه مرحلة. مرحلة معناها شنو؟ بعد ما نتقيد ننقض عهدنا للعالم كله. نتقيد لهيئة الأمم مجلس الأمن والجمعية العامة بأننا نحن نحترم كده وكده ونمضي تعهد معاهدة بيناتنا. ثم نقول ده مرحلة لأننا نحن راح ننقض فيما بعد. انا برضو انا افتكر كل ما نلتقي مع الابن المبارك تكون في مغالطات انا ما احبها الحقيقه. المواضيع دي اذا كان الانسان ما متحرر منها احسن يسال منها بدل يتقحم الساكت. انا افتكر كده النقاش اللي بيوصل لقيمه هو السؤال والجواب. ما هو عيب ان الانسان يسال، لكن عيب انه يعكس الحقائق ويبني اموره عليها ويهاجم. كل الحقائق اللي قلتها كلها معكوسه. الناس اللي رفضوا حل مجلس الامن بالصوره دي بدون هاي، وهسه هم عايزين ما لاقينه. هسه في ايام تايم اللي قال فيها جمال عبد الناصر قال انا مستعد اعترف باسرائيل وشعبي مستعد يعترف باسرائيل. انت بيكون كلامك ثاني شنو؟ بعدين انت قلت انك جمال عبد الناصر اذا كان ما وافق على المساله دي نحن ضده. انت منو؟ الشعب المصري معاه هو مش معاك. انا افتكر انه اذا كانوا جادين وعاطفين على شعب فلسطين اشعر بانه بموت نتيجه لتضليل ما بيوصل لحل، لكن بيوصل لموت. بعدين الحل يجي على انقاض كرامه كبيره. الناس بيموتوا، الناس الفدائيين اللي بيموتوا هسه اللي انت شايفهم ده ما بيوصل الى حل. حركه الفدائيين ما يمكن ان تكون هي الحركه اللي بترمي اسرائيل في البحر. لكن كل ما يرجى منها ان تعطي عنصر في الوزن السياسي للمفاوض. انا افتكر الشباب هنا لو كان كون راي يمكن ان يوجه القيادات. كل ما حل بالعرب من مشاكل القيادات. ونحن الشعوب العربيه عندنا روح العنصريه والتبعيه بسرعه. كل واحد مننا مجرد من راى له واحد يتخذ صنم ويلف حوله ويدافع عنه بكل صوره ما بينقده. انا افتكر انتوا حقوا تنقدوا. انقدوا الساسة عشان يكون في توجيه في السياسة. وإلا اذا كنتوا اتباع طوالي تتكلموا بعواطفكم ما تخدموا انفسكم ولا تخدموا اي جهة تنتبوا لها. اخش في موضوع الحل الآجل لانه ده حيدخلنا في متاهات فلسفية يعني جايز نتخبط فيها ما نجدنا كثير المخرج. أنا بهتم بالحل العاجل لأن ده معناه مواجهة الواقع اللي بعيشه النهارده يعني. أنا بتفق مع الأستاذ محمود إلى إنه الاتجاه الغالب في الصراع العالمي النهارده هو سائر نحو تحقيق السلام. السبب في ده هو انه لما قامت الحرب العالميه الاولى سنه 14 وانتهت سنه 17 كانوا الناس بيعتقدوا انها هي الحرب التي تنهي الحروب. بعد 22 سنه
سنة 1939 اتضح انه هذا الكلام خطأ لانه قامت الحرب العالمية الثانية. سنة 45 اليابان هزمت لانه الولايات المتحدة القت قنبلتين ذريتين في هيروشيما ونياجازاكي، وكان ده اخطر سلاح وبتمتلكه الولايات المتحدة وبس. فاصبحت الولايات المتحدة قوة رهيبة جدا تستطيع ان تفرض على العالم اي اتجاه تريده لانها بتملك سلاح لا تملك دول اخرى. لكن لما الاتحاد السوفيتي انتج السلاح الذري بتاعه وطوره الى المدى اللي اصبحت امريكا ما عندها احتكار هذا السلاح، اصبحت في مباراة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة في تطوير رهيب جدا لهذه الأسلحة. اصبحت قنابل صواريخ عابرة القارات، والنهار ده الكونغرس الامريكي بيناقش ميزانية ضخمة جدا بلايين الجنيهات عشان ينتج صواريخ مضادة للصواريخ. فاصبح العالم دلوقتي الصراع العالم في معادلة دقيقة للغاية في ميزان القوى. ما بعتقد انه من السهل على اي قوة نووية انها تبدأ حرب، لانه زي ما قال الاستاذ محمود محمد طه، مع هذه الاسلحة الخطيرة واقمار صناعية وبلاوي وحاجات بشكل ده معناه الكائن البشري او الحضارة البشرية انتهت. ده اللي بيخلينا انا اوافق الاستاذ محمود محمد طه انه اتجاه الصراع العالمي نحو تحقيق السلم اكثر. في مواجهتنا نحن للحل العاجل، الاستاذ محمود محمد طه ذكر مثل جيد، وهو انه مهمة استعمال السلاح في الحروب المحدودة، يعني اي زي ما قال الاستاذ محمود اي حرب محلية، بالرغم من انه بتجد انه الكتلتين انه بيتدخلوا فيها، لكن بيتدخل في جوانب ذات ما فيش مواجهة مباشرة بيناتهم. لكن هذا مثلا في فيتنام الاتحاد السوفيتي بيدي سوار البيت كونغ أسلحة، ما في شك بيدي فيتنام الديمقراطية بيديها أسلحة. أنا بيحكي لي الشفيع كان هنا قال لي والله هو كان في هانوي إنه الإبرة فيها حاجة مصنوعة في الاتحاد السوفيتي، فبيتدخلوا لكن ما في مواجهة مباشرة بيناتهم. يبقى مهمة السلاح في هذه الحالة هو إجبار المتحاربين وجرهم لمائدة المفاوضات. عشان كده البايت كونغ يعني بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الشديدة في إنهم يجلسوا في مائدة المفاوضات في باريس، إلا إنهم أجبروهم عندهم حاجة سموها التيت أوفنسي بتاع أول رأس السنة، بهدل الأمريكان بهدل ما معقول أبدا في خلال أسبوع، أجبروهم في إنه دي قوة رهيبة ما ممكن نحن نفرض حلول سلمية في فيتنام بدون الناس العاملين الدوشنين ما يجيبوا معانا، لأنهم هم أصحاب مصلحة حقيقية. عشان كده البايت كونغ أجبر الولايات المتحدة ويجوا كطرف في مفاوضات باريس بجانب الولايات المتحدة وفيتنام الديمقراطية وحكومة فيتنام الجنوبية. المثل ده برضو اتبع في الحرب الكورية سنة 52، اتبع في جهات كثيرة من العالم إنه يستعمل سلاح وحرب فظيعة جدا جدا في الآخر تنتهي في تام مونجوم زي ما حصل في كوريا في غير كوريا. طيب انا بفتكر ان الاستاذ محمود محمد طه في كلامه عن مؤتمر الخرطوم وانه لا اعتراف ولا مفاوضة ولا مع اسرائيل، ان لا زي كأنهم هسه ناس جمال عبد الناصر والناس اللي سمعوا في الخرطوم كأنهم متراجعين من هذا الكلام، او انه يجب ان لا يلتزموا هذا الالتزام ويخلوا الباب ويخلوا الباب موارب، يعني بحيث انه ما يقطعوا خط الرجعة ويقولوا ممكن نحن نتصل معهم. الكلام ده انا بفتكر انه ما صحيح، لانه اذا كانت اصل استعمال السلاح هو الغرض منه مش تحقيق نفس في الحروب حتى المحلية وانما جر المتحاربين الى مائدة المفاوضات، طيب
مؤتمر الخرطوم انعقد في سبتمبر سنة 1967 بعد حوالي 4 شهور من هزيمة حرب 6 أيام. إذا كان مؤتمر الخرطوم ما أخذ قرار بعدم المفاوضة، كانوا في ناس كتار مستعدين يتفاوضوا وأبدوا رغبتهم في المفاوضة وحيتفاوضوا وهم مهزومين، وإسرائيل منتصرة تملي أي شروط هي عايزاها. أنا أفتكر إن المحاسن مؤتمر الخرطوم إنه منع ناس تانين في إنهم يتفاوضوا مع إسرائيل وهم في مركز ضعف. واحد زي الملك حسين كان مستعد جدا جدا إنه يتفاوض مع إسرائيل، ينسحبوا لهم من الضفة الغربية من نهر الأردن وبتاع، ويشوف لهم طريقة للقدس وبتاع. المهم يقعد معاهم وهو مهزوم وإسرائيل منتصرة. جمال عبد الناصر ذاته في سبتمبر سنة 67 لما قالوا لا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، ما كانش ممكن يقدر يقعد في مائدة مفاوضات مع إسرائيل وإسرائيل في الضفة الشرقية من القناة لغاية الليلة، وهو كان في مركز ضعف، ما أرض سماءه مكشوفة خالص. يعني مش النهاردة وضعه أحسن، لكن في سبتمبر 67 جمال عبد الناصر لو اليهود مثلا جو دايرين يخشوا القاهرة يمشوا مارشين بتاعك، ما في قوة بتقدر تجيب قدامهم، جيش مصري ما في، سلاح طيران محطة مكسرة، أسلحة زي ما قال نصها اتنسف نصها ترك في سيناء غير وغيره. أنا بفتكر إنه مؤتمر القمة في الخرطوم سنة 67 كان مهم جدا، والقرار اللي اتخذه بعدم مفاوضة إسرائيل والاعتراف بها وكده ده كان قرار حكيم للغاية، لأنه منع العرب من إنهم يتفاوضوا مع إسرائيل، والعرب في موقف المهزوم وإسرائيل في موقف المنتصر تستطيع أن تملي أي شروط ولا يستطيع العرب أن يرفضوها. طيب نرجع إلى التناقض في كلام الأستاذ محمود، إنه إذا كانت مهمة السلاح هي إجبار المتفاوضين عشان يجوا لمائدة المفاوضات، العرب جمال عبد الناصر ملك حسين مرتفعات الجولان في سوريا غيره وغيره، ما ممكن الظروف الموجودة دي، وإسرائيل تحتل كل الضفة الغربية للأردن، إسرائيل تحتل كل سيناء وقاعدة على بعد 100 ياردة أو 100 متر، المصريين بيجوا والإسرائيليين بيغادروا في قناة السويس، بتحتل مرتفعات الجولان، ما ممكن العرب يتفاوضوا معها إلا وهم في موقف المهزوم وإسرائيل في موقف المنتصر. ده السبب في إنه إسرائيل لما رفضت قرار مجلس الأمن في 22 نوفمبر سنة 67 رفضته لأنه ما بيديها الحق في إنها تكسب سياسيا نتائج المعارك اللي كسبتها عسكريا، إنه عاوز تتدخل جهة تانية وتنسحب وما تنسحب. أنسحب كيفين وأنا كل الأرض دي تحتي؟ إذا كان الناس دي ما يجي يقول معي في مفاوضات ويدون حدود آمنة ومبارك، أنا ما بقول معهم. عشان كده هي رفضت قرار مجلس الأمن. فاللي بقوله أنا التناقض ده، إنه كيف الأستاذ محمود يقبل إنه يخلي مثلا الدول العربية تتفاوض مع إسرائيل وإسرائيل تحتل هذه الأراضي والدول العربية منهزمة تستطيع إسرائيل أن تملي عليها أي حاجة، في الوقت اللي بيقول إنه مهمة السلاح هي جر المتفاوضين إلى مائدة جر المتحاربين إلى مائدة المفاوضات. أنا بمشي المفاوضات لما أجيها وأتكلم من مركز هو لما يكون موقفي العسكري أحسن. النهاردة مؤكد الموقف العربي بيختلف كل الاختلاف عنه لما اتخذ قرار مجلس الأمن في 22 نوفمبر 1967. الجيش المصري أعيد تسليحه ده ما في شك. معركة القناة دي وضحت إنه الفعالية بتاعت هذا السلاح واستعماله بلغت مستوى عالي جدا جدا. المناوشات عبر الأردن اللي بتحصل كل يوم بالنهار، وعنصر حاسم جديد دخل في المعركة ما كان موجود سنة 67 اللي هو عنصر الفدائيين الفلسطينيين فتح. ده أصبحت هم من أصحاب القضية، ولا جمال عبد الناصر ولا الأساسي ولا حسين ولا شيطان، هم أصحاب الأرض وهم اللي حيهتموا بقضية فلسطين. لو خانوها جمال عبد الناصر ولا غيره ولا غيره ولا غيره، أصبحت دي ناس برضو حملوا
الحركه بتاعتهم بتقوى كل يوم لغايه ما يجي يوم يكونوا فيه في مركزنا، انت اكيد لا تتعب في انها تتفاوض معاهم ولا تشوفوا طريقه للحل كله ولا حاجه شكلها. يجي يوم لاجئين العرب